بيلعب الإعلام الدور الأكبر في تغيير الصورة اللي بينظر لها المجتمع للعمل التطوعي حتى يخرجوا من دائرة نشاطات الجمعيات الخيرية، وحتى تندعم جهود الشباب والشابات وتتنظم هذه الجهود للمتطوعين. طبعا للأسف في عالمنا العربي العمل التطوعي ما هو معروفة فكرته وأساسياته وثقافته زي ما هو معروف في العالم الغربي، عشان كده هذا الموضوع كان محور نقاش الرياض وحنتعرف عليه مع رنيم. مساء الخير. مساء الورد، شكرا لك. وبالفعل يعني السبب اللي ادى لانطلاق هذا الملتقى في مدينه الرياض، تحديدا ملتقى الاعلام التطوعي الاول والذي كان تحت عنوان الاعلام التطوعي كيف يخدم المجتمع. طبعا الملتقى يهدف لتاصيل المعنى الحقيقي والتوعوي للإعلام التطوعي، أيضا يهدف إلى أهمية نشر وتبني ثقافة تطوعية. نتابع التقرير مشاهدينا ونبتدي حوارنا مع ضيفنا. دشينا مساء أمس لقاء الإعلام التطوعي الأول في جمعية الأطفال المعوقين بمدينة الرياض بحضور العديد من الوجوه الإعلامية. الإعلام التطوعي هو باختصار شديد فريق تم تدشينه من أجل إقامة حلقة وصل بين الجهات التطوعية والمؤسسات الخيرية ووسائل الإعلام. من خلال تعاملنا، مجرد ما أطلقنا الفكرة كان في عندنا مشكلة. المشكلة تقول أنه هناك كثير من الجهات التطوعية تجد صعوبة في التواصل مع وسائل الإعلام، فقلنا لهم نحن ندلل لكم العقبات كافة. هذا اللقاء اللي أجرناه اليوم، اللقاء الأول للإعلام التطوعي، هو بمثابة الخطوة التدشين لهذا الفريق اللي ندعو الجميع دون استثناء، كل من لديه رغبة بأن يسجل حضور في مجال من مجالات العمل التطوعي أهلا به، مرحبا معنا في خدمة قطاعات متعددة تسعى إلى تسجيل حضور في وسائل الإعلام. هذا باختصار فكرة الفريق. يهدف لقاء الإعلام التطوعي الأول إلى تأصيل المعنى الحقيقي للإعلام التطوعي وأهمية نشر وتبني ثقافته وسرد نماذج مشرفة للإعلام التطوعي في المملكة العربية السعودية. يمكن مجموعة من الزملاء الإعلاميين فضلوا أنهم يسخرون كل جهودهم وخبراتهم وطاقاتهم الإعلامية في سبيل خدمة مثل هذه الجمعيات والأعمال الخيرية وإبرازها وتقديم هذه الخدمة. يعني في النهاية كل هذه الخبرات التي تشكلت عند مجموعة من الزملاء الإعلاميين بدأوا يقدمونها لمجموعة من الجمعيات منذ سنوات. إن المؤسسات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني بحاجة إلى فهم الإعلام التطوعي ودور المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام الجديد في تكريس وتطبيق مفهوم الإعلام التطوعي. العمل التطوعي اللي شفناها في السنوات الماضية اللي كان على اجتهادات، واضح أنه الآن بدأ يأخذ خلينا نقول التوجه المؤسسي. التفاعل اللي صاير جوه شيء يبهج القلب، يملأ يعني الروح سعادة. مو مهم اليوم، المهم الخطوة اللي بعد كذا، واحنا ننتظر ونشوف ايش جاي في المستقبل ان شاء الله. الإعلام من الحين وقبل شوي وبعد شوي وكل شوي حيخدم كل مرة بفكرة وبطريقة معينة. احنا ممكن صورة واحدة تنقل لنا مثلا من منطقة معينة في المملكة تخلينا كلنا يا الشباب نهب نروح نساعد في منطقة معينة، ممكن فكرة معينة احد يكتبها، ممكن تواصل عن طريق معين شخص يعني توصل فكرة. واليوم نشوف كيف المشاهير والكبار والصغار يتواصلون مع بعض عبر شبكات التواصل الاجتماعي، واعتقد هذا اللي انا تكلمت عنه اليوم في اخر شيء، المفهوم اللي هو احنا صرنا أسرة واحدة في منظومة التواصل الاجتماعي. الإعلام والإعلام الجديد من أقوى وأسرع طرق التواصل عالمياً، ولذلك يعد الإعلام التطوعي من أقوى وأسرع طرق تواصل الجمعيات والمؤسسات الخيرية مع أهل الخير. ونرى عدداً من البرامج وأهمها برنامج كورة يساهمون في مساعدة ونشر هذا الفكر. لبرنامج سيدتي أروى توفيق. مشاهدينا، اذا تابعنا التقرير وفي الاستوديو نرحب بالاستاذ خالد الفهيد، عضو مؤسس في منتدى او في فريق الاعلام التطوعي. اهلا فيك استاذ خالد. رحب فيك ورحب بالساده المشاهدين. شكرا لك. وبدايه يعني مثل ما ذكرنا في المقدمه، الهدف هو ترسيخ العمل التطوعي، مفهوم العمل التطوعي. للأمانة في الجمعيات الخيرية عندنا والمؤسسات الخيرية وبعض المؤسسات المدنية تعاني من قصور في عملها الإعلامي. ربما هي تقدم عمل جيد
كعمل تخصصي، لكن هذا العمل لا ينعكس إعلاميا. فمن هنا تقريبا انبثقت فكرة إقامة فريق يعنى بهذه الجمعيات أو يساعدها ويساهم معاها في إنهاء، يعني خلينا نقول خلينا نساعدهم عشان يساعدون أنفسهم هم. يعني كيف أنت تقدر تصنع منظومة تقدم عمل جيد، هذه المنظومة تستطيع أنه توري العالم كيف عملها وكيف هي قادرة تشتغل من خلال هذا الفريق إن شاء الله. إن شاء الله. لكن اسمح لي، يعني عادة العمل التطوعي في مجتمعاتنا يكون مقتصر على خلينا نقول مثلا رجال أعمال، مؤسسات معينة، بعض الجمعيات اللي هي أصلا دائما طالب بتعاون من قبل المجتمع وشخصيات اعتبارية خلينا نسميها. رسالتكم لمن تحديدا؟ هل هي أيضا، يعني اسمح لي إضافة للسؤال، لتوعية أفراد المجتمع العاديين؟ نعم، رسالتنا متعددة الأوجه، هي موجهة للمجتمع كدعم مادي، كدعم معنوي، كتثقيف، كتوعية. يعني هي رسالة شاملة وليست رسالة محددة. المؤسسات الخيرية والقطاعات أو الفرق العمل التطوعية تحتاج دعم إعلامي، دعم إعلامي. فعشان كذا احنا قررنا أنه احنا نقدم لهم المشورة، نقدم لهم الرأي، نساهم معهم في كيف نوصل رسالتهم للمجتمع من خلال وسائل إعلام متعددة. نعم. طب طالما ذكرت وسائل الإعلام، دور وسائل الإعلام في تعزيز الفكر والعمل التطوعي في المجتمع؟ الأكيد ما راح نخفي أو ما راح ننكر دور وسائل الإعلام في التطوع مع القطاعات المحتاجة للتطوع. يعني مثلا لما أمس روتانا جت وغطت الملتقى، هو هذا جزء من عملها التطوعي. لكن يعني يظل الإنسان بطبعه أو تظل أي جهة طماعة تحتاج الكثير. يعني يعني على دور على وسائل الإعلام دور مهم، إنها هي تساهم إن شاء الله بطريقة عادلة مع كثير من القطاعات إنه توصل رسالتها للمجتمع، سواء كانت رسالة توعوية، سواء كانت رسالة اجتماعية من خلال منافذها. طب يعني مثل ما ذكرتوا، للأمانة سعيدين جدا، شفنا عدد من زملاء فروتانا كانوا مساهمين وبدور جيد، ومثل ما يعني مثل ما وصلنا الفيدباك إن ما شاء الله تقريبا كان عدد كبير من الحضور موجودين في الخارج أو حتى واقفين معظم الوقت. صحيح. لكن يعني مهما كان دائما أكيد تطمحوا للأكثر، ما بنقول في قصور من الإعلام، لكن الدور اللي فعلا تطمحوا للوصول لمساهمة الإعلام فيه. احنا نحتاج، يعني يمكن احنا نقتصر للمؤسسات انها المؤسسه نفسها تدعم. يعني كافراد كثير من زملائنا الاعلاميين في جميع وسائل الاعلام يشجعوا ويحبوا انهم يساهموا سواء في الفريق او من خلال المؤسسات الخيريه او المؤسسات المدنيه. لكن ممكن انهم ينصدموا بنظام عندهم معين في سواء في مطبوعته او في قناته. فنحتاج احنا وقفه من المؤسسات الاعلاميه، وقفة مع الفريق أولاً. نعم. عشان الفريق يقدر يحقق أهدافه. وقفة مع القطاعات اللي تحتاج لدعم إعلامي. نحتاج من المسؤولين، من المشاهير، كل من النافذة اللي يستطيع منها أنه يدعم، من خلال حسابه في تويتر، من خلال حسابات الفيسبوك، من خلال قنوات اليوتيوب، من خلال البرامج اللي تقدم حتى في التلفزيون، أنه يقدموا رسالة، يعني رسالة خيرية. سواء كان إعلان دعم تبرع، سواء كان إعلان توعوي، إعلان اجتماعي أو رسالة اجتماعية. يعني هذا المطلوب من المجتمع، أنه هذه مساهمته. يعني أقل حاجة أنه رجل معروف ولا مسؤول مهم لما يسوي تغريدة، التغريدة هذه تنعكس على الملايين. يعني صحيح، ما هو مطلوب منه أكثر من كذا. كل يعني يتحرك في مساحته، وصدقيني راح يلقى هذا الفريق إن شاء الله دعم من الجميع بإذن الكريم إن شاء الله. يعني خالد، طبعا أستاذ خالد محفوظ الألقاب، أنت والمجموعة اللي معك من الناس الشغوفين فعلا بالعمل التطوعي، لكن أكيد تابعته أو على الأقل كان في نوع من القياس للعمل التطوعي في العالم العربي، كيف تقيمه؟ الأكيد ما أقدر أقيم، يعني تقريبا تجربة العمل التطوعي ما أقدر أقيمها بشكل عام. لكن أنا ربما أنه تجربة السعودية، أنا خليني أقول أنها يعني تجربة إلى حد بعيد يعني ناجحة. لن أذكر كيف بدأ التطوع في المملكة، يعني ربما أني أنا أنسى، لكن خلينا نقول لازم إحنا لا نقف على كيف بدأ وكيف انتهى. المفروض من هنا الفريق هو فكرة، ونتمنى نشوف أفكار كثيرة تطوعية بفرق كثيرة مختلفة، بمجموعات عمل تطوعية اللي سواء تخدم المجتمع، تخدم الجمعيات، تخدم المؤسسات الخيرية، حتى ممكن تخدم فردي. يعني إحنا لما
تمر بعض الأزمات. يعني أنا ينتلك صدري لما مثلا أزمة سيول جدة أنا شارك فيها الآلاف الآلاف من الناس متطوعين وهذا شيء كان شيء يتلج الصدر. يعني هذا واجبنا احنا تجاه مجتمعنا. ففي الفريق احنا طبعا احنا الفريق اذا سمحتي لي حقوقا لحفظ اعضاء الفريق, احنا الفريق تكون من 6 اشخاص. نعم. برئاسة الاستاذ هاني المقبل هو رئيس الفريق, والاستاذ ماجد الخميس نائب الفريق, وعضوية الاستاذ ياسر العمرو, والاستاذ خالد العقيلي, والاستاذ سعيد الجابر, وانا. نعم. ونتمنى الفريق انه يكون العام القادم مش 6 يكون 600 أو 6000 ان شاء الله باذن الله. باذن الله الكريم. طيب بشكل سريع يعني اهم خلينا نسميها المحاور او النقاط اللي تكلمتوا فيها في الملتقى الاول للاعلام التطوعي. طبعا الكل خلينا نقول اللقاء الاول ربما يكون هو لقاء تعريفي, يعني الكل كان متحمس الفكرة والكل كان, ولكن الجميع أجمع الجميع أنه اعترفنا بأن عندنا قصور إحنا في مفهوم العمل التطوعي. مفهوم العمل التطوعي, وهذه إن شاء الله خطتنا في الفريق إن شاء الله خلال العام القادم أنه إحنا نرسخ مفهوم العمل التطوعي للأفراد, للمؤسسات, للقطاعات, للقطاعات أو المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها. ما هو العمل التطوعي؟ نعم. لازم الكل يستوعب ما هو العمل التطوعي. فهي خطتنا العام القادم تترسخ في هذا الشيء ان شاء الله. بتحدث عن الخطه خلال العام القادم, يعني اطلعنا على البروشور للفريق. ماشيين على فعلا خطه عمل مستقبليه. نعم. نعم. ممكن نطلع عليها؟ ممكن. يعني بالامس اتفقنا ان الهدف كان تعريفي. نعم. واعتراف ايضا بالقصور, يعني لكن الرؤيه بالنسبه لكم احنا عندنا في عام 2013 او المتبقي من 2013 هي انطلاقه وتعريف بالفريق واهدافه ومفاهيمه. في عام 2014 هو توسع الفريق وتأثيره على المجتمع. يعني احنا نتمنى انه فريقنا هذا انبثق من الرياض, نتمنى انه نشوف فريق مماثل او نشوف فرق عمل مسانده لنا في جده, في الشرقيه, في المنطقه الجنوبيه, في المنطقه الشماليه. في عام 2015 هي المبادرات الوطنيه. كيف نخلق من هذا الفريق مبادرات وطنيه تخدم المجتمع من خلال شراكات مع القطاع الخاص, من خلال شراكات مع القطاع المدني والعام, المؤسسات الحكومية. يعني نتمنى أنه احنا نساهم, يعني نساهم بإيصال رسالة كل جهة خيرية وتطوعية للمجتمع بإذن الله تعالى. إن شاء الله. طبعا تمنياتنا لكم أكيد بالتوفيق. إن شاء الله يا رب. أستاذ خالد الفايد عضو مؤسس في فريق الإعلام التطوعي, شكرا لك. الشكر لك. ومشاهدينا طبعا يعني جميل جدا ان نرسخ, يعني نشوف مثل الاستاذ خالد طبعا مجموعه من الشباب وغيرهم كثير طبعا, لكن يتمنوا او نتمنى بالاصح انهم يتواصلوا مع الجهات المعنيه او المهتمه, لان ثقافه العمل التطوعي ثقافه جميله جدا بتساهم في طبعا جميع مجالات الحياه. التطوع باي شكل من الاشكال هو نوع من الاضافه للمجتمع, فطبعا نامل ان نصل لهذا المستوى. و بالأمس كان الحضور فعلا مثل ما ذكر ومثل ما ذكرت وسائل الإعلام كبير جدا, وكان في عدد كبير من الحضور ومن المتحمسين طبعا إحنا أكيد من بينهم. مشاهدينا سيدتي أكيد دائما مستمر, متابعة طيبة, لكن بعد الفاصل. في سيدتي بعد الفاصل, مقتل معلم على يد طالب يشعل ساحات التواصل الاجتماعي.